من متحور دلتا او من اي متحور تاني او من الاصابه بشكل عام. فبالتالي فتره العزل يعني هي ولا ده كان اصل السؤال بالنسبه لي؟ لا، فتره العزل ال 14 يوم هي، لكن احنا خلينا نقول ان احنا بنتعامل النهارده حتى لما حاله بتدخل المستشفى وبتبقى ايجابيه لفيروس كورونا، بزوال الاعراض بنعتبر ان الحاله تقدر تخرج من المستشفى وتستكمل باقي المده لحين ان البي سي ار ياتي سلبي للحاله دي، زي فتره نقاهه، ويبدا ينزل الشارع عادي بمجرد سلبيه التحليل. فلو التحليل سلبي او زوال الاعراض او حتى تحسن الاشعه المقطعيه، بيبدا المواطن يعود لحياته الطبيعيه مره اخرى. طيب دكتور خالد، مع عوده الدراسه، وانا هنا بتكلم على عوده الدراسه عالميا مش بتكلم محليا فقط، في اتجاه دلوقتي في العالم لتطعيم الأطفال، واختاروا من بين أنواع الفاكسينز كلها، قالوا إن فايزر آمن بالنسبة للأطفال لأقل من سن 12 سنة. الموقف بالنسبة لنا إيه في مصر من ناحية تطعيم الأطفال فين؟ إحنا طبعا بنميل للدراسات العلمية في ده، وبنتبع في الأخير الجايد لاينز أو يعني اللي بتنزلها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. احنا يمكن الفترة اللي فاتت وفخامة السيد رئيس الجمهورية وجه بتطعيم كل الطلبة سواء المدارس او الجامعات قبل بداية العام الدراسي، واحنا شغالين على ده سواء في قطاع الجامعات العاملين او الطلبة، وسواء في المدارس العاملين في المدارس، وان شاء الله في توجه الدولة بإدراج أو بدء تطعيم كمان الأطفال اللي هم بداية من 12 وحتى 18 عام، ولكن لم يحدد حتى الآن نوع اللقاح اللي هيبقى مستخدم في هذا التطعيم. ده بيعود للدراسات والأبحاث العلمية وهيتم مناقشته وتحديده إن شاء الله، ولكن اللي أقدر أقول لحضرتك عليه إنه مدرج في الخطة إن إحنا هنبدأ. ده كلام مهم يعني جدا، كلام جديد بالنسبه لي على الاقل خلال ايام ان شاء الله. خلال ايام، طب في الحاله دي التسجيل هيبقى ازاي دكتور خالد؟ يعني احنا عارفين انه ولا كل ده تحت منظومه حمله معا نطمئن؟ كلها تحت منظومه تلقي اللقاحات معا نطمئن، ده شعار الكبير اللي بيستخدم او اللي احنا بنستخدمه لحمله التوسع في تلقي اللقاحات في كل الفئات العمرية وعلى مستوى محافظات الجمهورية مع المطمئن. الجديد اليوم كان سجل الآن مع المطمئن. نحن بنستهدف ان المواطنين اللي تم رصد ان هم عندهم مشاكل في موضوع التسجيل او مش قادرين يسجلوا، ان احنا نروح لهم لغاية عندهم. يعني زي ما احنا نزلنا فرق متنقلة الفترات اللي فاتت، مش بس في الجامعات ولا في المدارس ولا في دواوين الحكومات والمشاريع القومية، وكمان المصانع والشركات والأماكن اللي فيها حجم عملاء بشكل كبير، وقوافل المتنقلة في المحافظات وفي الميادين وفي الشوارع حتى في محافظات الصعيد. احنا النهاردة بنحاول نوصل لكل مواطن، حتى لو كان المواطن ده بيعيش حياته الطبيعية وهو رايح شغله وهو جاي من شغله وهو بيخرج بالليل أمام المولات والنوادي الكبيرة، وفي نهاية الأسبوع احنا نبقى موجودين. فطلع